ثم قرأوه هم على بعضهم، ثم صلحوه مع بعضهم، ثم وافقوا عليه مع بعضهم. الشعب التونسي لا يعرف هذا الدستور ولم يناقش هذا الدستور ولم يستفتع لهذا الدستور. لحظة شوي، تقول لي الشعب التونسي ممثل في النواب؟ لا، مش صحيح. الدساتير ليس هكذا، الدساتير لا تكتبها يا حبيب. كيفاش ما يمثلوش الشعب التونسي؟ لا، يمثلوا الشعب التونسي، يمثلوا في بعض الحاجات، اما في الدساتير لا. الدستور هذا عقد اجتماعي، عقد سياسي، هو القانون الاعلى، هو ما هو، ما احنا ما اخترناش الشريعه، هو الشريعه، هو الشريعه الكبرى اليوم. لحظه شويه، غير ما تستولي على الوقت الكل، مانيش نستولي، خليني اكمل فكرتي. راهو الدستور انتوا راكم عملتوا الدستور باش تنتخبوا به رئيس اجنبي، وانتم مش فايقين، انتم مش فايقين، لان انت مش كفايق هاك، انت في الاعلام مش كفايق بيه. في كثير، في كثير ثغرات انت ولا غيرك في الاعلام احنا ما فقناش بيه، ما فقناش بيه. كله دبر، كله اخر لحظه اخر فرصه، كل حكومه كل دستور، كله هو من شان انه هم يخرجوا انفسهم من الورطه التي وضعوا فيها انفسهم. هذا الدستور زربوا يعني. الدستور هذايا معقول؟ الدستور الامريكي يقول لك الرئيس 35 عام ومقيم 14 عام في أمريكا ومرشحا لكل الولايات وأمريكيا بالولادة وخاليا من الأمراض أو من السوابق العدلية ومؤديا للخدمة العسكرية، وتجيب لي أنت دستور تونسي يترشح بجنسية أجنبية، يترشح بجنسية أجنبية، عار على تونس وعلى هذه الثورة، عار. سيدة سيدة.